السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشوفوا كيفية كتابة فقرة بسيطة من المعطيات اللي يعطيها لنا. دائما نقول لكم اختاروا فقرة اللي يعطينا فيها الجمل المساعدة، سواء كنت تعرف الإنجليزية تقدر تدير جمل وحدك ولا ما تعرفهاش، دائما اختاروا الموضوع اللي تلقاو فيه جمل مساعدة لأنه راح تربحوا فيه بزاف النقاط. راح نكتبوا الموضوع، الفقرتين تاع الموضوعين السابقين اللي حليناهم اللي هي بكالوريا 2018 الموضوع الأول والثاني لشعبة علوم تجريبية. شوفوا معايا كيفاش نكتبوهم الان، وروحوا كي تخلصوا الفيديو عاودوا اكتبوا وحدكم، حاولوا في فقره ديروها وحدكم. بون راح نشوفوا التوبيك 1 اند توبيك 2، الموضوع الاول والثاني تاع البكالوريا كما قلنا اللي عالجناهم من قبل. نشوفوا توبيك 1 الموضوع الاول، الفقره تاع الموضوع الاول واش تقول. قالك most people think that corruption is limited to bribery، however this latter takes many other forms. most people معظم الناس يظنوا انه الفساد هو corruption هو الفساد، is limited to bribery محصور في الرشوه. لكن however this latter takes many other forms، هذا الاخير اللي هو corruption ياخذ العديد من الاشكال. دونك هو واش قالنا، قالنا احكيوا على مختلف الاشكال اللي ياخذها الكوربشن الفساد. عطانا جمل مساعده، من بعد ثم راجعوا الموضوع، شوفوا الموضوع وشوفوا الموضوع الفقره واش يحكي، شوفوا الجمل المساعده اللي عطاهم لنا. هنا كتبت غير الشيء اللي يهمنا. دونك قلتي عطانا جمل مساعده هما اللي راح نوظفوهم وهما اللي راح نبنيو بهم الفقره، وهذه كذلك المقدمه تاعو راح حنا نستعملوها كمقدمه باش ناخذوا اكبر عدد ممكن من النقاط اللي نقدروا نديهم. دونك شوفوا كيفاش كتبنا الفقره مع بعضنا. عندنا هذه الفقره اللي نقدموا الصوره باش نشوفوها مع بعضنا. دونك عندنا باك دو ميدي سويت توبيك 1 نهضروا على different forms of corruption، الاشكال المختلفه تاع الفساد. corruption هو الفساد، نعاود باش تترسخ في ذهنكم. دونك المقدمه كما قرينا المقدمه اللي هي استعملناها هنايا، most people think that corruption is limited to bribery نفسها، لكن نبدلو شويه يعني تغيير طفيف فقط باش شغل درناها من عندنا، بصح هي في الصح رانا هزيناها من عندهم. دونك is limited to bribery but it has many other forms، هذه شغل عاودنا صغناها برك، عاودنا صغنا المقدمه اللي عطاها لنا هو to but it has many other forms and many unethical practices، هذه ثاني راني جبتها من عندهم، قلت لكم عاودوا اقراوا الموضوع دوك تلقاو هذه ثاني كاينه. دونك most people think that corruption is limited to bribery but it has many other forms and many unethical practices، هذه المقدمه تاعنا هانا درناها من السؤال بعد، من السؤال بعد اللي عطاهولنا. دروك ننتقلوا الى العرض. العرض قلنا راح نستخدموا فيه الجمل اللي عطاهم لنا فقط، الجمل اللي عطاهم لنا ما نقولش فقط، لانه كون نصيبوا يعني نزيدوا حوايج من عندنا، حوايج بسيطه جدا باش نثريو الفقره تاعنا ونديو نقطه مليحه. نقدروا كذلك نستعينوا بالنص، النص تاعنا اللي قريناه مقرناه على الكوربشن، دونك نستعينوا به يعني شي خفيف برك، ما نستعينوش به بزاف، قدر ما نديروا امثله برك باش نزيدوا سمن تولي الفقره تاعنا مليحه. دونك نقراو العرض تاعنا. عندنا فيرست، كي قلنا نزيدو فيرست سكند اند ثيرد الى اخره، نربطو بهم الافكار اللي يعطيهم لنا هو. First hiding income and not paying taxes، هذه حطيناها كيما عطاها لنا. These two have a huge effect on the country's economy، هادو دونك hiding income and not paying taxes عدم دفع الضرائب، هادو الاثنان عندهم huge effect اثر كبير ولا ضخم على الايكونومي تاع البلاد، على الاقتصاد تاع البلاد، الاقتصاد تاع البلاد. second هانا قلنا هذه كتبناها من عندهم، هذه these two have a huge effect on the country's economy، هذه زدناها من عندنا زدناها من عندنا. عندنا second embezzlement الابتزاز and nepotism، nepotism كيما نقولوا حنا المعرفه. may harm innocent people يقدروا يؤذيو ناس ناس بريئين، ناس بريئين. and lead to injustice and inequality ويؤدي الى غياب العدل وعدم المساواه، عدم العدل وعدم المساواه. دونك هذه ثاني كذلك زدناها من عندنا، دونك embezzlement and nepotism هذه جبناها من عندهم،
may harm innocent people, يقدروا يؤذيو innocent people. هذه جملة بسيطة جدا ركبتها من عندي. يقدروا يؤذيو ناس بريئين and lead to injustice and inequality, ويؤديو إلى غياب العدل. بيان سور المعرفة لواش تؤدي, تؤدي إلى غياب العدل وغياب المساواة and inequality. نقطة, عندي فكرة أخرى جبتها من عندهم كذلك من الأفكار اللي عطاهم لنا. Child exploitation is also a huge problem, استغلال الأطفال هو كذلك a huge problem, هو مشكل كبير. Kids work hard jobs for long hours and still they are underpaid. Kids, الأطفال يخدموا خدمات واعرين hard jobs for long hours, لساعات طويلة, and still they are underpaid, ومازال هما راهم يتقاضوا أجور ضعيفة, أجور ضعيفة. دونك هذه كذلك جبناها من عندهم. زدنا هذه kids work hard jobs for long hours and still they are underpaid, هذه جبناها من عندهم. دونك لازمكم تخدموا بذكاء, تعرفوا كيفاش تزيدوا كل مزوج, تركبوا فقرة ما شاء الله لا بس عليها. دونك عندنا فكرة أخرى, عند counterfeiting, الفساد. Also, the counterfeiting, هو التقليد. التقليد also has a lot of harmful impacts on people's health. كذلك لديه الكثير من الآثار المؤذية على صحة الناس, على صحة الناس, on people's health. Finally, it's high time the government joined hands with people to stop corruption. كي تعود عندنا حاجة كيما corruption, bribery, عندنا advertising, هذو كامل نقولو توجور نقولو it's high time the government joined hands with people to stop corruption, to stop embezzlement, to stop bribery, to stop advertising. هذو هذه كيما نقولو خاتمة ما فيها والو, عندنا زوج سطور وخلاص. دونك هذه هي فقرة ركبناها من والو, ركبناها قلنا المقدمة جبناها من عندهم, هذو جبناهم من عندهم, لكن لازم تعرفوا كيفاش تركبوا بذكاء. تزيدوا first second دخلوا and, ديروا شوية أمثلة من عندكم, شوية أمثلة تزيدوهم من النص, وهي رايحة تركبوا فقرة باهية بإذن الله. عندنا نشوفوا الموضوع الثاني, topic 2 تاع الموضوع الثاني. topic الموضوع الثاني الفقرة تاعه وش قالت, قلنا دائما خير الفقرة اللي فيها الجمل المساعدة باش نديو أكبر عدد ممكن من النقاط. دونك الفقرة وش تقول, قال لك you feel you are a victim of advertising, انت تشعر انك ضحية تاع الاشهارات. write an article denouncing the impact ads have on your lifestyle, اكتب ارتيكل تهدر فيه على الاثار اللي الاشهارات عندهم على نمط حياتك, الاشهارات عندهم تأثير على نمط حياتك, احكي على هذا الاثار, احكي لي. دونك نهدرو قلنا على هذا الامباكت, نشوفوا مع بعضنا واش درنا. قلنا المقدمه نديروها من السؤال اللي عطاه لنا, واش قلنا حنايا, ads have a huge impact on my lifestyle. قال لك ads, you feel that you are victim advertising, write an article denouncing the impacts of ads have on your lifestyle. هاي لك ads have a huge impact on my lifestyle. Ads have a huge impact on my lifestyle and surely other people's lives too. هذه زدتها من عندي, وكذلك على حياة الآخرين. هذا ما كان, ما درت والو. Ads have a huge impact on my lifestyle and surely, وأكيد على حياة الآخرين أيضا. First, ads have the power to manipulate people and lead them to overconsumption. دونك اولا ads الاشهارات have the power, عندهم القوة تاع انهم يتلاعبوا بالاشخاص ويؤديوا انه كما نقولوا يؤديوا بهما الى overconsumption, اللي هو الفرط في الاستهلاك. فرط في الاستهلاك, هذه جبتها من الفكرة الاولى تاعهم, ركبتهم مع بعضهم وحطيتهم. second, ثانيا TV ads lead led me to change my eating habits. يعني نهضر على روحي هنا, باسكو هو قال لي you, على your lifestyle, على نمط حياتك انت. دونك هنا هضرت زعما شويه على روحي. قال لك second TV ads led me to change my eating habits, الاشارات الدوبيه اني بدلت نمط الاكل تاعي.
from healthy food من طعام صحي إلى consuming all kinds of junk food إلى استهلاك جميع الأنواع والله أنواع عديدة من الجانك فود من الطعام السريع من المأكولات السريعة من المأكولات السريعة and that caused me some serious health problems. هادو زوج أفكار دمجتهم مع بعضهم and that caused me some serious health problems. وهذا أدى بي والله سبب لي مشاكل صحية كما نقوله serious يعني جدة مشاكل صحية جدة and diseases وأمراض such as allergy كما الحساسية كما الallergy Also buying also كذلك buying all the things that we see on TV or on TV or internet also وكذلك شراء جميع الأشياء اللي نشوفوها على التلفزيون والله في الانترنت في الإشارة تاع TV والله تاع الانترنت is a huge waste of money هي راهي ضياع كبير ولا تضييع كبير تاع النقود نضيعوا في النقود تاعنا because لأ because لأننا we don't need most of the things we buy لخاطر ما نحتاجوش معظم الأشياء اللي نشريهم نشوفوهم في الإشارات يعجبونا نشريهم احنا ما نحتاجوهمش دونك هذو مجموعة من الأفكار قلنا دمجناها مع بعضهم درنا first second also دخلناهم مع بعضهم شوية زدنا شوية من نص شوية من عندنا and finally في الأخيرة we should do something لازمنا نعملو شيء to stop these ads باش نحبسو هذه الإشهارات before قبل ما يدمروا حياتنا destroying our lives before destroying our lives دونك هذو قلنا مجموعة الأفكار اللي عطاهم لنا هو دمجناهم مع بعضهم زدنا لهم شوي كلمات شوي أمثلة باش كوننا فقرة ما شاء الله لبس عليها دونك كما قلت لكم انتم ثاني عاودوا اقراوا موضوع الفقره اقراوا الفقرات وحاولوا ديروهم وبعثوا لي صحاح لكم باش تتعودوا اموا هكا شويه ديروا شويه فقرات تتعودوا عليهم في البكالوريا تجيكم سهله دونك هذا ما كان راح نزيدوا بيان سور نحلوا مواضيع اخرين ونزيدوا نديروا فقرات اخرين وتوالفوهم باذن الله وتهزوا الكلمات دونك نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله الى اللقاء وبالتوفيق